7:30 من رؤيا ونشرة إخبارية مفصلة. أهلا وسهلا بكم، وتالي نستعرض العناوين. جلالة الملك تلتقي رؤساء وأعضاء اللجان في الكونغرس الأمريكي. الحكومة تؤكد أن قائمة المنظمات الإرهابية في سوريا خضعت للنقاش مع عدة دول. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2016. الاحتلال يغتال أحد نشطاء المقاومة الفلسطينية في غزة. تركيب أول نظام للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لمنازل خارج التنظيم في محافظة الكرك. واصل جلالة الملك عبد الله الثاني في واشنطن لقاءاته برؤساء وأعضاء اللجان في مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود الدولية في الحرب على الإرهاب والتطرف. جلالة الملك أكد خلال اللقاءات أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي للتعامل بجدية مع المشكلات التي تواجه دول المنطقة، وخاصة الحرب على الإرهاب والتصدي لعصاباته المتطرفة للوصول إلى حلول تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. واستعرض جلالته تداعيات وأعباء أزمة اللجوء السوري على المملكة، مؤكدا على ضرورة دعم الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الصراع في سوريا. كما عقد جلالة الملك لقاء مع رئيس وأعضاء لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي ورئيس وأعضاء لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي. وبحثت جلالته خلال اللقاء مجالات التعاون العسكري بين المملكة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصا الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف. وأكد جلالة الملك ضرورة إيلاء الاهتمام لقطاع الشباب وتوفير فرص التعليم والعمل لهم حتى لا يكونوا فريسة للإرهاب والتطرف. الرؤية الأردنية في مكافحة الإرهاب هي صيغة لها صدى وقبول دولي واسع، هذا ما صرح به وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال حديثه لبرنامج نبض البلد مساء يوم أمس. تفاصيل أوفى في تقرير سامر العبادي. الحوار على طاولة نبض البلد مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني تناول قائمة المنظمات الإرهابية التي أعدها الأردن ورفضتها إيران، إذ دعا المومني إلى استحضار سياق إعداد القائمة، مؤكدا على أن الأردن لعب دورا تنسيقيا وبأن القائمة خضعت للنقاش والمراجعة مع عدد من دول العالم ومنها إيران. دور الأردن في إعداد هذه القوائم دورا تنسيقيا، وهذا ما حدث. جمعنا من هذه الدول ما أرسلته لنا، وضعناها في قوائم. ما هي القوائم التي في اتفاق عليها؟ اللي هي منظمات إرهابية، شو هي المنظمات اللي في اختلاف حولها، وما هي المنظمات اللي في إجماع أنها ليست إرهابية. المومني رأى أن جوهر المشكلة في المنطقة هو الإرهاب وتفشي الفكر المتطرف، داعيا لدعم الاستقرار في سوريا والعراق بما يخفف من الفكر الإرهابي والتقليل من حدة الشحن الطائفي، مؤكدا أن الدور الأردني يستند إلى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في مكافحة خطر الإرهاب، والجهود الأردنية التي كان آخرها الزيارة الملكية الحالية لواشنطن والتي تستهدف الكونغرس ووزارة الدفاع الأمريكية وتتضمن 8 اجتماعات تبحث في ملفات لطالما ركز الخطاب السياسي للدولة على ضرورة إيلائها أهمية دولية، مشيرا إلى أن هناك اجتماع مبرمج مع الرئيس الأمريكي لجلالة الملك عبد الله الثاني خلال الشهرين القادمين، بما يؤكد استدامة التنسيق مع الولايات المتحدة. هدف الزيارة الأساسي هو للكونغرس، كان في اجتماع اليوم مع نائب الرئيس الأمريكي، كان في اجتماع مع وزير الدفاع، كان في اجتماع مع وزير الخارجية، هناك اجتماع مبرمج مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر القادم أو في الشهر بعد القادم. وعن الأزمة السورية والتواصل مع النظام السوري، رأى المومني أهمية للتواصل الأردني السوري الرسمي، متناولا السيناريوهات المتداولة حول سوريا وموقع الأردن منها. احنا من البداية قلنا أنه لابد من أن يكون هنالك عملية سياسية التي تم الاتفاق عليها في جنيف واحد.
وعن المشاركة الأردنية في التحالف الإسلامي والدولي والجدوى منها، رأى المومني أنها حققت ضمن الجهود الدولية منجزا في تحرير مدينة الرماد العراقية. في أي مبادرة، سواء كان التحالف الإسلامي، سواء كان التحالف الدولي، سواء كان أي جهد تنسيقي وآلية تنسيق وتشاور مع روسيا، ننظر لها من زاوية تحقيقها للهدف الأساسي الاستراتيجي وهو القضاء على الإرهاب. وعن ملف الحريات الإعلامية والتقارير الدولية المتباينة في تقييم الأردن، رأى المومني أن كل تقرير يقرأ بالطريقة التي أعد من خلالها، مستعرضا ما أصاب المشهد الإعلامي الوطني من مشاكل بسبب تستر البعض في مهنة الصحفي أو الإعلامي. المومني أكد أن مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لقانون الاتصال لا لقانون المطبوعات والنشر، وأن عددا من الحالات والممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي أحيلت إلى القضاء. هنالك طارئين على الإعلام، يشوهون الإعلام ويلبسون ثوب الإعلام والإعلامي ويسيئون لمهنة الإعلام. المومني في حواره أجمل العديد من المواقف الحكومية في ملفات خارجية وداخلية، شارحا وجهات نظر الدولة فيما يدور من أحداث أهمها الملف السوري ومحاربة الإرهاب وعدد من الملفات الداخلية التي كانت بحاجة لتوضيح وبحث. واصل النواب في جلستهم المسائية اليوم مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2016، وتضمنت كلمات النواب انتقادات للسياسة الاقتصادية ومطالب بزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى مطالب خدمية تخص دوائرهم الانتخابية. كما تطرقت الكلمات إلى قضايا سياسية تتعلق بالأوضاع في المنطقة وأهمية مكافحة الإرهاب والتطرف. هذا وكان مجلس النواب واصل صباح اليوم مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2016، حيث طالب عدد من النواب الحكومة بالابتعاد عن جيب المواطن وعدم فرض مزيد من الرسوم والضرائب للمحافظة على السلم الأهلي كأولوية قصوى. مجريات الجلسة الصباحية مع جورج برهم. وصل مجلس النواب خلال جلساته الصباحية مناقشة قانوني الموازنة، حيث كشف رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بأن المجلس سيشرع بالتصويت على قانوني الموازنة يوم الخميس. كلمات النواب وجهت وبشكل مباشر أصابع الاتهام للحكومة ورئيسها في تحميلهم كل الأعباء الاقتصادية وعدم قدرتها على إيجاد الحلول الجذرية للمديونية والعجز والتضخم والفقر والبطالة. النائب مدلا الطراونة أكد في كلمته أن الحكومة تتبع نهج الظلم والتجويع والإفقار وتتعمد تضييق الخناق على المواطن، ولا حل أمام الحكومة إلا جيب المواطن. سياسات التجويع والإفقار، ولم نقدم لشعبنا سوى الفتاة مما هو مأمول من أن نقدم لهم، فقد تعمدت هذه الحكومة تضييق الخناق على مواطنينا، فلا تعيينات ولا أمل بذلك. النائب نايف الخزاعلة الذي أكد إخفاق الحكومة في العديد من المناحي الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأردني يشوبه تشوهات عديدة، وأن الحكومة دائما ما تعلق المديونية على شماعة فاتورة الطاقة. لماذا تقوم الحكومة باحتكار استيراد الطاقة والعمل من خلال مصفاة نفط واحدة؟ لماذا لا تسمح الحكومة للقطاع الخاص باستيراد الطاقة وإنشاء مصفاة ثانية؟ ومن وجهة نظر متواضعة أجد أن مشكلة الطاقة أصبحت وسيلة جباية وشكوى بنفس الوقت. كتلة المبادرة النيابية ربطت موافقتها على الموازنة بالموافقة على المذكرة التي قدمتها للحكومة، وتتضمن شروطا مؤكدة أنها لن تتراجع عن النهج الذي سيقود إلى تحسين أداء المؤسسات التنفيذية في دولة قوية يسودها الأمن والقانون. سمير عويس قال إن اعتماد الحكومة في موازنتها على رضا صندوق النقد الدولي وفي إعداد موازنتها هو تبرير لسياسة رفع الأسعار وارتفاع المديونية العامة التي وصلت اليوم إلى ما يقارب 90% من الناتج المحلي.
النائب انصاف الخوالدة وجهت كلمة نارية واصفة الموازنة بالتقليدية والعجز والمديونية، ويتحكم فيها صندوق النقد الدولي. وانتقدت أداء رئيس الوزراء واصفة حكومته بحكومة الجباية، وأنها لا تجيد شيئا سوى رفع متتال للأسعار في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. أليس استمرار الرفع على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وتضخم الضرائب المتتالية في ظل وضع اقتصادي صعب للمواطن بالكاد يكفيه حاجاته الأساسية؟ جلسات متتالية وصف بعضها بالناري والرنان، وحمل مواقفا واضحة اتجاه الحكومة، مشيرة هذه الخطابات بأن هذه الموازنة مستنسخة ولا تجلب إلا مزيدا من الأعباء الاقتصادية، وأنها تخلو من الحلول لكل مشاكل الوطن. يوم واحد يفصلنا عن التصويت على الموازنة، يتم فيها تلخيص مشهد جلسات وخطابات طويلة، إما بإقرار تلك الموازنة أو برفضها. جورج برهم، رؤية. تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقتل مواطن في محافظة الكرك قبل عدة أيام. تفاصيل أكثر في تقرير ربيع العدوان. ألقت كوادر البحث الجنائي في مديرية شرطة الكرك القبض على المتهم بقتل الشاب تركي الصرايرة الذي توفي الجمعة الماضي إثر تعرضه لإطلاق نار في محله التجاري ببلدة مؤتة بلواء المزار الجنوبي. الأجهزة الأمنية تمكنت بعد عملية متابعة وبحث وتحر منذ مقتل الشاب من القبض على المتهم بعملية القتل في أحد المنازل في بلدة مؤتة بعد الوصول إلى كافة الأدلة التي توفرت لفريق البحث الجنائي. وطلب شقيق المغدور من أقاربه ضبط أعصابهم وعدم اللجوء إلى العنف، ويجب أن يأخذ القانون مجراه وليس التكسير والحرق، وإن غريمهم هو القاتل وعائلته فقط. مطالبة شقيق المغدور جاءت عقب تجمهر المئات من أقاربه في وسط البلدة معبرين عن غضبهم من الجريمة، الأمر الذي أدى إلى حدوث أعمال شغب وحرق بعض المحلات التي تعود ملكيتها لذوي القاتل، مما اضطر قوات الدرك إلى التدخل لحماية المحال التجارية وعدم حدوث اشتباكات وإعادة الهدوء إلى بلدة مؤتة. أنهى طلبة الثانوية العامة اليوم تقديم امتحانات التوجيه للدورة الشتوية التي شهدت انخفاضا ملموسا في عدد مخالفات تعليمات الامتحان مقارنة مع الدورات السابقة. التفاصيل مع حمزة الشوابك. بكل ما حمل من سهر لليالي الباردة وحالات قلق وتوتر وعصف ذهني وأدعية وأمنيات بالنجاح، سلك امتحان الثانوية العامة اليوم طريق النهاية بعقد امتحان الإدارة للمعلوماتية والفيزياء للعلم واللغة العربية للفرع الأدبي، وليتفرع من ذات الطريق ويضع الطلبة في محطة انتظار النتائج. فالطلبة هنا في العاصمة عمان أبدوا ارتياحهم من أسئلة الامتحان وأجمعوا على ملاحظة واحدة، ألا وهي قصر المدة بين عقد الامتحان السابق وامتحان اليوم. كانت أسئلة مباشرة وما شاء الله الكل كان متعاون معنا. الامتحان كان كتير سهل، بس المشكلة إنه ما أعرف ندرس عشان امتحان إنجليزي، يعني كتير صعب. أنا يعني امتحان مش لنا. نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم دكتور محمد النبات أكد لرؤية أن الدورة الشتوية الحالية لامتحان التوجيه دورة غير مسبوقة شهدت تميزا في الانتظام والالتزام، مشيرا إلى انخفاض ملموس على عدد المخالفات لتعليمات الامتحان والتي وصلت إلى 380 مخالفة مقارنة ب 6000 مخالفة للدورة الشتوية عام 2013. جرى الامتحان في يومه الأخير كما كان في يومه الأول بسهولة ويسر ودرجة انضباط متميزة الحقيقة، في سواء كان من جانب أبنائي وبنات الطلبة أو من جانب زملائي من العاملين في وزارة التربية والتعليم. الوزارة أكدت أيضا وعلى لسان أمينها العام للشؤون التعليمية الدكتور محمد العكور أن الإجابة النموذجية لامتحان الثانوية العامة وجودها ضروري في مراكز التصحيح، وأن عملية التصحيح تعتمد على الإجابة النموذجية أو الإجابة الأقرب للنموذجية والبعيدة كل البعد عن مزاجية المصحح. هذا كان مشهد امتحان الثانوية العامة في العاصمة عمان. نذهب الآن في جولة إلى المحافظات لمعرفة كيف كانت المشاهد في كافة محافظات المملكة في الشمال والجنوب والوسط.
تقدم طلبة الثانوية العامة في محافظات الجنوب وعلى وجه التحديد الطفيلة والعقبة لامتحانهم الأخير في الدورة الشتوية. فعبر طلبة الفرع العلمي الذين تقدموا لامتحان في مادة الفيزياء المستوى الثالث عن ارتياحهم لأسئلة الامتحان. وفي ذات السياق أبدى طلبة إقليم الشمال وتحديدا محافظة إربد ارتياحهم من كافة الامتحانات التي عقدت اليوم. اليوم تقدمنا امتحان فيزياء المستوى الثالث وكان امتحان سهل وشامل لجميع المادة ومراعى لجميع الفروق الفردية لدى الطلبة. الامتحان كان سهل والوقت كان كاف وإن شاء الله ننجح. وزارة التربية والتعليم باشرت بتصحيح أوراق الامتحان في منتصف الأسبوع الماضي من خلال تكليف 18,000 معلم ومعلمة لتصحيحها. ولا ننسى أنه ووفقا لمراقبين فإن الامتحان بمجمله جلس على مقعد أمامي في صف النموذجي. حمزة الشوبكي، رؤيا. أعلنت حكومة الاحتلال المنطقة المحيطة بقطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، وذلك عقب اغتيالها لأحد نشطاء المقاومة الفلسطينية صباح اليوم في بيت لاهية شمال قطاع غزة بغارة جوية. المزيد مع منى وكل. بعد تهديدات إسرائيلية متلاحقة لقطاع غزة وحديث مستمر عن قدرات المقاومة الفلسطينية وما وصلت إليه من استعدادات كالانتهاء من تجهيز الأنفاق والادعاء الإسرائيلي بنشر حماس لبالونات مزودة بكاميرات مراقبة، وجهت إسرائيل صباح هذا اليوم ضربتها الأولى فاستشهد شاب وأصيب 3 آخرين. اتصل فيه واحد قال لي موسى استشهد، قلت له بقول له عمره 24 سنة، قلت اسمع اقول له فيش موسى في غزة كلها الا ابن ابو زعتر والله يرحمه. اي انسان بيوصل لمنطقات السودانية مناطق هذيك بقصفوه عشوائي يعني. باستهدافها الأخير ادعت إسرائيل بأن الشبان المستهدفين كانوا يقومون بزرع عبوات ناسفة، رواية دحضها الفلسطينيون، حيث أن هؤلاء الشبان كغيرهم سابقون رصدتهم البوارج الحربية الإسرائيلية أثناء وجودهم بالقرب من الشاطئ. الحدث هذا بدل على انه الاحتلال الاسرائيلي ما زال يستهدف شبابنا، وين يعني بتواجد الشباب وبشعر انه بتسنح له اي فرصه لاطلاق النار على شبابنا بدون اي تردد بيطلق النار وبحول شبابنا الى شهداء. جماهير غفيره شيعت جثمان الشهيد موسى ابو زعتر الذي اكدت كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركه فتح بانها لن تفوت حقها في الرد، امر لم يختلف معه قاده حركه حماس الذين أكدوا بأن فاتورة الاحتلال أصبحت ثقيلة. الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف، كم شاب قتل خلال 100 يوم السابقة على الحدود وهم بعيدين عمليا عن نقاط التماس مع الجانب الإسرائيلي. قد تكون حالة الغليان على الجبهة الشمالية في قطاع غزة قد استعرت مع سقوط الشهيد أبو زعتر، فأهل غزة حين يسقط لهم شهيدا يترك خلفه ثأرا. منى عوكل، قناة رؤيا، غزة، فلسطين. أخبارنا لا زالت مستمرة من رؤيا إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نتابع هذه النشرة. شيع الفلسطينيون اليوم جثامين 5 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية، كما شهدت شوارع مدينة رام الله تشيع جثمان 1 شهداء بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة إلى مثواه الأخير في البيرة بعد اشتراط الاحتلال دفن الشهيد خارج أسوار مدينة القدس المحتلة. المزيد في تقرير نبال فرسخ. ولادته كانت متعسرة لدرجة أن الأطباء خيروا والده ما بين حياة مصطفى أو حياة والدته. عاند القدر وولد رغما عنه، لكنه لم يستطع أن يعاند المحتل الذي أنهى حياته ب4 رصاصات في الرأس والرقبة قرب باب الأصباط في القدس المحتلة بزعم محاولته طعن جندي، واحتجز جثمانه ل3 شهور. مع الأسى ومع الحزن ومع القهر من الاحتجاز لفترة طويلة، إلا أنه في شعور بالراحة وفي شعور بالفرح، يعني إحنا بنشعر كأنه ابننا كان حي أسير وأطلقوا سراحه. كانت مجيئه لإلنا الحمد لله بصعوبة بالغة،
وفراقه كان أصعب. منذ 17 عاما وهي ترقب ابنها البكر يكبر أمام عيونها إلى أن قرر الاحتلال إنهاء حياته. الشهيد مصطفى الخطيب كان طالبا مجتهدا في الفرع العلمي في الثانوية العامة. أعدم المحتل حلمه بدراسة الهندسة في إحدى الجامعات الألمانية. معدلاته في 90 كانت دائما يعني من بداية صف بستان حتى مش أول، وكان شاطر وكمل شاطر، وكنا نتأمل نفرح فيه في التوجيه، ولكن ما حصل. الحمد لله. استعجل على حالي يا رب. هكذا يواسي أهالي الشهداء بعضهم، فهم من ضاقوا من ذات كأس الوجع. يا مصطفى يا حبيب. خارج أسوار القدس دفنوه، فهذا شرط الاحتلال الإسرائيلي لتسليم الشهيد ابن جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، فيما لا يزال ذو عشرة شهداء مقدسيين يذوقون الألم والحسرة في كل يوم يمضي وأبناؤهم محتجزون في ثلاجات العدو. وهني رام الله هذه الأم الحنون الرؤوفة التي تحتضن الشهيد مصطفى بعد 90 يوما من الصقيع، وهو الآن سيتدفأ في هذه التراب، وهناك جثامين أخرى تنظر إليه بنوع من الحسد والغيرة وتقول له متى نحن سندفن في تراب هذا الوطن. هناك رسالة من الإسرائيليين في احتجازهم للمجتمع الفلسطيني أن لا تقتربوا من القدس لأنها هي عاصمتنا، يجب نحن أن نقول لا، هذه عاصمتنا ونحن سنقاتل من أجل استعادة أبنائنا. هو ابن القدس يشيع هنا في مدينة البيرة، هم يعتقدون أنهم بذلك يكسرون الشعب الفلسطيني، ولكنهم لا يعلمون أن كل فلسطين هي وطن دافئ للشهيد. قتلوا الطفولة واغتالوا الحلم، ولكنهم لم ولن يعدموا وفاء الفلسطينيين لشهدائهم. من مدينة البيرة المحتلة نبال فرسخ، رؤيا. إلى ذلك شيع الفلسطينيون في محافظة الخليل جثماني الشهيدين عدنان المشني من بلدة الشيوخ ومحمد الكوازبة من بلدة سعير إلى مثواهما الأخير في البلدتين. وانطلق موكب التشييع من مستشفى أو المستشفى الأهلي في مدينة الخليل بمراسم عسكرية، حيث نقلا إلى منزليهما في بلدتي سعير والشيوخ لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليهما. كما أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانيهما قبل أن يواريا الثرى. أما في بيت لحم فقد شيع أبناء المدينة اليوم جثمان شهيد من مخيم العروب إلى مثواه الأخير في المقبرة الإسلامية في مخيم عايدة شمال المدينة. نسأل الله أن يتقبل شهداءنا وشهداء كل فلسطين، وهؤلاء الشهداء هم طريقنا إلى التحرير والنصر إن شاء الله. نقدم فلذات أكبرنا فداء للوطن وفداء للأقصى. رسالتي إلى العدو الصهيوني، كفاك ظلما، كفاك تجبرا، كفاك اعتداءا، مصيرك إلى زوال إن شاء الله. طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونغرس الأمريكي بالموافقة على تفويضه باستخدام القوة العسكرية ضد عصابة داعش الإرهابية. مطالبة أوباما جاءت في خطابه الأخير عن حال الاتحاد أمام أعضاء الكونغرس. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقرير محمد المجالي. الرئيس الأمريكي جدد التأكيد على عزم بلاده القضاء على عصابة داعش، مطالبا الكونغرس بالموافقة على تفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العصابة المتشددة. وقال أوباما الذي ستنتهي ولايته أواخر هذا العام أن جموعا من المقاتلين المتمركزين فوق شاحنات صغيرة وأشخاص نفوسهم معذبة يتآمرون في شقق أو مرائب سيارات يشكلون خطرا هائلا على المدنيين وعلى الجميع الوقوف بوجههم، مؤكدا أنهم لا يشكلون خطرا وجوديا على الولايات المتحدة. واعتبر الرئيس الأمريكي أن الحديث عن تراجع الاقتصاد الأمريكي أمر خيالي، داعيا إلى تسريع وتيرة انتقال الولايات المتحدة إلى مصادر الطاقة النظيفة. وأكد أوباما على مواصلة الجهود الرامية إلى إغلاق سجن غوانتانامو بسبب تكلفته الباهظة وعدم الجدوى منه. وفي موضوع آخر، جدد أوباما دعوته الكونغرس لرفع الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا، وذلك بعد عام من بدء عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وهافانا وطي نصف قرن من العداء. وتناول الرئيس الأمريكي في خطابه الشأن الاقتصادي ومواضيع سياسية وداخلية
بالإضافة إلى أزمة التغير المناخي وأولويات إدارته في السنة الأخيرة من ولايته، وقال إن الاقتصاد الأمريكي يمر في فترة ازدهار لكن سوق العمل تتغير بسرعة، مشيرا إلى أن الحديث عن تراجع الاقتصاد الأمريكي يدخل في خانة الخرافات. وأكد أوباما أن بلاده تحاول إصلاح نظام الهجرة والحد من انتشار السلاح، مشيرا إلى أن أحد التحديات التي تواجهها بلاده هي قيادة الولايات المتحدة للعالم. أطلق الحرس الثوري الإيراني سراح البحارة الأمريكيين 10 الذين احتجزهم بسبب دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية في الخليج. تفاصيل أوفى في تقرير حافظ أبو صبرة. بعد ساعات قليلة على تصريحات لقائد الحرس الثوري الإيراني الأميرال علي فدوي، قال فيها إن طهران طالبت واشنطن بالاعتذار بعد انتهاك المياه الإقليمية الإيرانية، وتصريحات أخرى للمتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف بأن الإفراج السريع عن البحارة الأمريكيين تكهنات يرددها آخرون. حسبما قال، جاء الإفراج عن البحارة الأمريكيين 10 الذين كانت إيران قد احتجزتهم في وقت سابق. إيران مهدت للإفراج عن البحارة 10 بالحديث عن وجود خطأ في نظام الملاحة دفع الزوارق الأمريكية إلى دخول المياه الإيرانية، وأن الإفراج عنهم لن يتأخر طويلا، حيث كانت أعلنت أن الزورقين الأمريكيين اللذين اعترضتهما الثلاثاء دخلا مياهها الإقليمية بسبب مشكلة في نظامهما للملاحة. حادثة دخول الزورقين الأمريكيين المياه الإقليمية الإيرانية حبست أنفاس العالم لبضع ساعات، وذلك لحساسية العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان لتطبيق الاتفاق الذي توصلا إليه بشأن ملف إيران النووي. فهل يكون إفراج إيران عن البحارة 10 الأمريكيين بادرة حسن نية؟ أم أن هناك ظروف أخرى دفعت طهران لإنهاء حادثة احتجاز البحارة؟ سؤال يبقى برسم الإجابة. ونعود إلى الأخبار المحلية، إلى قرية دلاغة التابعة للواء البتراء التي يعاني قاطنوها العديد من المشكلات في الخدمات والبناء التحتية. نتابع المزيد من الحيثيات والتفاصيل حول هذه المشكلات مع تقرير صالح الفرجات. معاناة كبيرة يعيشها أبناء قرية دلاغة التابعة للواء البتراء تتمثل في نقص الخدمات وسوء البنى التحتية في القرية، والتي يبلغ عدد القاطنين فيها حوالي 2500 نسمة. المواطنون في قرية دلاغة يعتمدوا قوت يومهم بشكل كبير على منتجاتهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية البسيطة بسبب قلة الخدمات والموارد الأساسية، علاوة على محدودية الخدمات الطبية المقدمة لهم. احنا ودنا نطالب في طبيب يكون مقيم لدلاغة خاص، وكذلك للأسنان أن يكون في دكتور مستمر للأسنان في نفس القرية، والمختبر كذلك يأتينا في الأسبوع في كل أسبوعين مرة، ولكن لازم أن يكون عندنا مختبر ثابت لأن منطقة نائية وبعيدة عن جميع القرى اللي حولنا. وبحسب سكان القرية فهنالك معاناة من سوء وتهتك الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، حيث أن هذه الطرق لابد وأن تكون بأعلى جاهزية لوقوعها على طريق حيوي يربط بين البتراء مرورا بوادي عربة ومن ثم العقبة، والتي تعد السبيل الأساسية لمرور السياح عبرها. عندنا طريق مسعودة، طريق هذه تخدم محافظتين، محافظة معان ومحافظة العقبة، وهو طريق رئيسي وطريق مهم للبلد. نرجو من وزارة الأشغال ومن حكومتنا الرشيدة تنفيذ ما تبقى من هذه الطريق. أبناء دلاغة لا زالوا يطالبون كافة الجهات المعنية بمتابعة أحوال القرية التي يأمل قاطنوها أن تحظى بمستوى أكبر من الخدمات واهتمام أوسع وأشمل من قبل المسؤولين. إذن في موضوع مختلف، يوجد في مختلف بقاع الأرض العديد من الغرائب والعجائب، إلا أن شجرة الصندل الأنغولي التي تنمو في جنوب إفريقيا تعد أحد أكثر الأمور غرابة. المزيد حول هذا الموضوع في تقرير رائد ياسين. شجرة الصندل الأنغولي كما تعرف أيضا بشجرة الدماء، والتي تنمو في جنوب قارة إفريقيا، تعد أحد أكثر الأشجار غرابة في العالم، ذلك أنه عند قطع أحد جذوعها تخرج سائلا شديد الإحمرار يشبه بلونه ولزوجته الدماء. شجر الدماء ينمو بأطوال مختلفة تتراوح بين 12 وحتى 18 مترا على شكل مظلات تحمل زهورا صفراء خلابة المنظر. القاطنون في المناطق التي تنمو بها هذه الأشجار يستخدمونها كعلاج طبيعي بديل للأدوية لبعض الحالات المرضية،
كمرض السعفة والملاريا وأمراض أخرى تصيب الجهاز الهضمي والمعدة. العقود القليلة الماضية شهدت انخفاضاً كبيراً في أعداد هذا النوع من الأشجار التي تم اكتشافها منذ القدم نتيجة القطع الجائر للأشجار، علاوة على استخدام السائل الأحمر دموي اللون وخلطه بالدهون الحيوانية وبعض المواد الكيميائية لصنع مستحضرات التجميل.